منتدى شباب العالم نظم ورشة عمل موسعة على مدار يومين، وده لمناقشة مفاهيم الصحة النفسية وكيفية دعم المرضى النفسيين. وشارك في الورشة دي عدد كبير من المتخصصين والأطباء ومختلف المؤسسات المصرية والدولية، وده كان داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. ده حقيقة، بس أنتوا يمكن النسخة الخاصة بمنتدى شباب العالم ما نفذتش السنة دي، لكن هم أعلنوا عن عدد من هذه المبادرات تحديدا اللي بالفعل بدأت تطبق على أرض الواقع. الورشة دي تضمنت جلسات عن الصحة النفسية وكيفية التعامل مع المصابين بالمرض النفسي للعودة من جديد أو الاستشفاء من جديد وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ووضع آليات لبحث حلول جديدة وحلول مبتكرة لدعم الصحة النفسية. نظم منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة على مدار يومين لمناقشة مفاهيم الصحة النفسية وكيفية دعم المرضى النفسيين، وذلك بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والأطباء ومختلف المؤسسات المصرية والدولية داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. ويأتي ذلك تنفيذاً للمبادرات التي أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسي، عوضاً عن تنظيم المنتدى في شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب. تضمنت الورشة في اليوم الأول ثلاث جلسات، الأولى جلسة تقديمية عن الصحة النفسية والمفاهيم الصحيحة والمغلوطة على حد سواء، مع كيفية التعامل مع المصابين بالمرض النفسي للعودة من جديد وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. أما الجلسة الثانية فكانت خاصة بتحديد نطاق مبادرة منتدى شباب العالم للصحة النفسية وآليات العمل الخاصة بها وسبل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، فيما جاءت الجلسة الثالثة لتحديد أهداف ونتائج المبادرات المختلفة الموجودة بالفعل في هذا الشأن. وناقش المشاركون على مدار اليوم الثاني خلال أربع جلسات كيفية وضع خارطة طريق للمعنيين بالصحة النفسية من جهات ومصالح حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية، وحتى تجتمع كافة الجهات حول مائدة واحدة لمناقشة الموضوعات والمشروعات التي تستهدف الحفاظ على الصحة النفسية وحمايتها، وكذلك وضع مخرجات وتوصيات محددة تقدم للجهات المعنية مع تخصيص الموارد اللازمة لتطبيق المبادرة. وقررت مجموعات العمل وضع آليات للبحث عن حلول جديدة ومبتكرة لدعم الصحة النفسية، فضلاً عن توحيد الجهود وتعظيم طرق الاستفادة من دعم الدولة لهذا الملف، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف دعم الصحة النفسية والمرضى النفسيين وتعظيم طرق الاستفادة من دعم الدولة لهذا الملف.